بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 49. رمز لنفسه بالأحرف ألف باء جيم من بلاد بني الحارث. يقول: أراد أخي الزواج من إحدى الفتيات من قريتنا، فاشترط أخوها أن يزوجه أخي أخته واتفق على ذلك. وبعد مدة وقبل العقد لأي منهما سمعنا أن مثل هذا النكاح محرم وأنه شغار، فأخبرناهم بذلك. فقال أخ الفتاة التي خطبها أخي: ما دام الأمر كذلك فزوجني أختك وبعد سنة أزوجك أختي. فوافق أخي على أن يعطيه أخته مقابل مهر قدره 60,000 ريال على أن يزوج أخت صهره بعد سنة بمثل ذلك المهر أو أكثر أو أقل، فهل هذا النكاح على مثل هذه الصورة جائز أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأمر كما سمعتم أن مثل هذا التصرف من المذكورين هو نكاح الشغار، وذلك بأن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته. وهذا إذا كان بدون مهر، بأن جعلت إحدى المرأتين في مقابل الأخرى، هذا شغار بلا إشكال وهو محرم والنكاح باطل. وكذلك على الصحيح يكون شغارا حتى ولو سمي لكل واحدة منهما مهر، لأن الضرر واقع على المرأتين بكل حال، ولعموم الأحاديث التي تنهى عن نكاح الشغار، وهو كما ذكرنا أن يكون زواج إحدى المرأتين مشروطا بزواج الأخرى. ولا يفيد ما ذكرتم من تأخير زواج إحداهما عن زواج الأخرى إلى سنة، إن هذا من التحايل، وهذا لا يرفع الحرمة ولا يفيد بجواز مثل هذا التصرف. فعليكم بالابتعاد عن هذا، وكل يزوج موليته زواجا صحيحا لها فيه منفعة ولها فيه اختيار ولها فيه مهر المثل، بدون أن يربط زواجها بزواج امرأة أخرى تقابلها. نعم، إذن على هذا لا عبرة بجعل مهر لكل منهما ما دام في الأمر اتفاق أو شرط. نعم، على الصحيح أنه ولو كان لكل واحدة منهما مهر هذا لا يخرجه عن الشغار، حتى لو اختلف المهر، يعني إحداهما أكثر من الأخرى، سواء اختلف أو تساوى فهذا لا يؤثر، أو عقد لهما جميعا أو تأخر عقد إحداهما عن عقد الأخرى، كل الأمر الحكم واحد. مثل هذا التصرف لا يجوز. نعم، يعني في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغار؟ نعم، في مثل هذه الصورة يعتبر هذا شغارا. إذن لو فرضنا أنه قد حصل زواج الأولى ماذا نقول لهم؟ يراجعون القاضي في جهتهم أو المفتي ويخبرونه بحقيقة الحال، لينظر في ملابسات الأمور ويجري العقد الصحيح إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. السؤال الثاني من المستمع محمد خليف من سوريا دير الزور. يقول: والدي متزوج من 2، الأولى لها ولدان و4 بنات، والثانية لها ولدان وابنتان، فحين أراد الذهاب لقضاء فريضة الحج أوصى للأولى بقطعة أرض مما يملك، زاعما أنه أكل من مالها وأراد أن تسامحه. ومنذ عدة سنوات توفيت قبل أن نقتسم الميراث، ومنذ عام بالتحديد أراد والدي أن يقسم بيننا الأرض، فأبقى ما أوصى به للزوجة خارج الميراث وأضافه لأبنائها، مما أثارنا نحن أولاد الزوجة الثانية واحتجينا على ذلك. فهل يحق لوالدي أن يعطي زوجته الأولى على الرغم أنها توفيت قبل أن يقسم الميراث؟ وهل يحق لولديها فقط أن يأخذوا نصيبها دون أخواتهما؟ إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن أباكم أعطى قطعة هذه الأرض لزوجته في مقابل أنه أكل شيئا من مالها، فهذا يكون من باب المعاوضة، وتكون الأرض ملكا لها، لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها، فهذه الأرض التي أعطيت لها عوضا عن مالها تكون ملكا لها، وإذا ماتت تكون لورثتها من بعدها، وليس لكم فيها أي استحقاق. أما بالنسبة لقسم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة، هذا لا يسمى ميراثا، إنما يسمى هذا من باب العطية. فإذا كان
سوى بينكم في العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه تفضيل لبعض الأولاد على بعض فهذا حرام ولا ينفذ تنفذ هذه العطية. نعم. السؤال التالي من المستمع هايل مسلم الشعبي اليماني، يقول: سافر أحد أفراد قريتنا وطالت غربته في السفر، فكتب إلى كبير قريتنا رسالة يقول فيها: أخبر زوجتي إن كانت تريد الخلع أن تفعل، ولكن كبير القرية لم يخبر أحدا بهذه الرسالة، وبعد مضي 45 شهرا عاد ذلك الرجل إلى أهله وبيته، فهل يقع عليه شيء بسبب ما كتبه أم لا؟ إذا كان الحال على ما ذكرت من أن كبير القرية لم يبلغ المرأة بتخيير الزوج لها إن أرادت الفسخ ولم تعلم بذلك ولم يجري منها فسخ، فإنها باقية على عقد الزوجية وهي زوجته لأنه لم يحصل ما يرفع عقد الزوجية، والله أعلم. نعم. هذه رسالة من المستمع طائع عويد المطيري، يقول: إذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها ومات أحدهما عن الآخر، فهل يرث أحدهما الآخر أم لا؟ وما الحكم من ناحية العدة لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة، فهل عليها عدة أم لا؟ إذا تم عقد الزواج مستوفيا بشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن عقد الزواج يكون باقيا ويقع به التوارث بين الزوجين، لعموم قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. الآية عامة في من توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول. لا. فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول إن الزوجية باقية والتوارث بينهما مشروع لعموم الآية الكريمة. وأما من ناحية العدة فكذلك تلزمها عدة الوفاة، لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول فإنها تلزمها عدة الوفاة لعموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول ولها الميراث. نعم كما ذكرنا. هذه رسالة من الأخت قاف ميم من العراق محافظة التأميم، تقول: أنا أملك من الذهب ما قيمته 2000 دينار أو 1000 دينار تقريبا، وأبيع فيه وأشتري، فهل عليه زكاة وما مقدارها؟ وهل أزكيه ذهبا من جنسه أم أزكيه نقدا؟ إذا ملك المسلم نصابا من الذهب فأكثر، ومقدار النصاب من الذهب 20 مثقالا وهي ما تعادل 11 جنيها ونصف جنيه بالجنيه السعودي، فإذا ملك المسلم هذا المقدار فأكثر فإنه يجب عليه فيه الزكاة بأن يخرج منه ربع العشر، سواء أخرجها من نفس الذهب أو أخرجها صرفا من نقود أخرى، بأن يخرج ما يقابلها من النقود الأخرى في صرفها، والله أعلم. نعم. السؤال الثاني تقول: إنها قد أنجبت عدة بنات ولم تنجب ذكرا، فنذرت إن رزقها الله بمولود ذكر أن تزور قبر العباس كل عام، وبالفعل فقد رزقها الله بالمولود، فهل يجوز الوفاء بنذرها أم ماذا يجب عليها نحوه؟ هذا النذر لا يجوز الوفاء به لأنه نذر معصية، لأن المرأة يحرم أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط دون النساء، فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور أو تزور قبرا معينا فإنها لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. علاوة على أن زيارة قبور الأولياء والصحابة مثل العباس رضي الله عنه يغلب أن مقصود الزائرين فيها الزيارة الشركية التي هي طلب المدد والعون من الموتى والتبرك بأضرحتهم، هذه زيارة شركية والعياذ بالله، إنما الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها الدعاء لأموات المسلمين والاعتبار بحال الموتى
وتذكر الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بالقبور يدعو لهم ويقول: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو القصد من زيارة القبور. أما أن يقصد منها التبرك بالأموات وطلب المدد وقضاء الحوائج منهم فهذه زيارة شركية. من فعلها وتبرك بالأموات أو بالأضرحة أو طلب المدد من الموتى فإنه قد أشرك الشرك الأكبر. وكذلك يشترط لزيارة القبور زيارة الشرعية أن تكون بدون سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلا يسافر الإنسان لبقعة من بقاع الأرض بقصد التبرك بها أو طلب أو العبادة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وإنما شرع السفر للمساجد الثلاثة للصلاة فيها وعبادة الله جل وعلا فيها، لأنها مساجد الأنبياء. أما القبور فإنها لا يسافر لها، لا قبور الأنبياء ولا قبور الأولياء ولا قبور الصالحين لا يسافر لها، وإنما يزورها الرجال خاصة بدون سفر، ويزورونها لما ذكرنا من الدعاء للأموات والترحم عليهم أموات المسلمين. نعم. والاعتبار بأحوالهم. نعم. كذلك ألا يجب أن تكون الزيارة يعني بمعنى كلمة زيارة لا يكون فيها جلوس حولها المقابر أو الصلاة حولها أو الأكل والشرب كما يفعل؟ كذلك الزيارة لا بد أن تكون زيارة شرعية. نعم. التي المقصود منها ما ذكرنا: الدعاء للأموات المسلمين والاعتبار بحالة الموتى وبدون سفر، وتكون للرجال خاصة. أما ما يفعل زيادة على ذلك فهو إما من الشرك وإما من البدع، فالجلوس في المقابر وعمل الأطعمة فيها أو جلب الأطعمة إليها كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك. والصلاة عندها هذا أيضا من ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون المساجد على القبور، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومعنى اتخاذها مساجد أن يصلى عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها مسجد. الصلاة عند القبور ممنوعة، لأنها وإن كان المصلي لا يقصد بصلاته إلا الله عز وجل، لكن صلاته عند القبور هذا وسيلة إلى الشرك، لأنه يزيد به الأمر إلى أن يعتقد في الموتى النفع والضر، فيؤول هذا إلى الشرك والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الطرق والوسائل المفضية إلى الشرك وحمى حمى التوحيد. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مصطفى سليمان محمد، مصري يعمل بلغريات، يقول: حصل بيني وبين زوجتي نقاش حاد ونحن في بلدنا، فتكلمت بكلام أغضبني جدا، فحلفت عليها يمينا إن ذهبت إلى أي دولة خارجية ألا تكون على ذمتي أو حليلتي، والآن قد خرجت من بلدي إلى هنا في المملكة من مدة شهرين، فهل زوجتي لازالت على ذمتي أم يكون حلفي عليها واقعا؟ وبالتالي ماذا علي أن أعمل لكي أسترجعها؟ إذا كان قصدك من هذا الحلف بالطلاق منع نفسك من السفر إلى دولة أخرى ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج، فإن هذا يجري مجرى اليمين، فإذا سافرت إلى دولة أخرى فإنك تكفر كفارة يمين، وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن: عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تجد واحدة منها فإنك تصوم 3 أيام. أما إن كان قصدك تعليق طلاق على السفر، لأنك إذا سافرت تكون زوجتك طالقا وقد علقت الطلاق على هذا السفر، فإنها تطلق. فإن كان سبق هذا طلاق قبله وتكامل 3 طلقات فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وإن لم يسبقها طلاق فإنه يكون طلاقا رجعيا، يجوز لك أن تراجعها ما دامت في العدة. فإن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بد أن تعقد عليها عقدا جديدا، لأن العقد الأول انتهى بخروجها من العدة. نعم. لو سمحتم لي عندي استفسار بسيط حول السؤال الأول، سؤال الأخت من العراق محافظة التأميم،
والتي تقول إنها نذرت إن رزقها الله بمولود أن تزور قبر العباس. وقد أوضحتم جزاكم الله خيرا ما يجب فعله أو ما يجب عليها، وأوضحتم حرمة زيارة القبور للنساء، لكن ما هو المخرج من هذا النذر بالنسبة لها هي؟ قلنا إنها يحرم عليها الوفاء بهذا النذر. نعم. لأن زيارة النساء للقبور محرمة، فهي نذرت شيئا محرما. نعم. ولكن لو كفرت كفارة يمين يكون هذا أحوط لها. نعم. نعم. وهي كفارة اليمين اتقوا رقبة إذا وجدت عبدا تعتقه، أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، أو كسوتهم يعني تعطي كل مسكين ثوبا. نعم. يجزئه في صلاته على عدد 10. نعم. فإن لم تجد شيئا من هذا، لا العتق ولا الإطعام ولا الكسوة، فإنها تصوم 3 أيام. نعم. بارك الله فيكم. المستمع عوض أو عوض الكريم، محمد عوض الكريم من السودان الخرطوم، بعث بهذا السؤال يقول: كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما، وكنت في ذلك الوقت غاضبا، فقلت لها: إن قمت بهذا العمل فأنت طالق. ولأنه لم يحن وقت أدائها ذلك العمل، وبعد مضي زمن قليل وبعد أن هدأ غضبي أذنت لها في القيام بذلك العمل، وحينما حان وقت أدائها ذلك العمل عملت، فهل وقع طلاقي الأول أم أن سماحي لها بعده يلغي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها أو علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت، فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئا، والطلاق باق بحاله. إذا فعلت ما أردت منعها منه، فإنه إن كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه، فإنه يكون عليك كفارة يمين، لأن هذا يجري مجرى اليمين. أما إذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء، فإنه يقع عليك الطلاق، يقع عليك الطلاق إذا فعلت ما علقته عليه. نعم. لكن لو كان وقت أن حلف عليها ألا تفعل، لو كان في قرارة نفسها أو في حقيقتها ينوي ذلك الوقت ولم يقصد المستقبل المستمر، إذا كان ينوي وقتا محددا. نعم. أنها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى، فإنها تنحل اليمين بمضيه، بمضي الوقت، بمضي الوقت. أما إذا كان لم يحدد وقتا وإنما أراد منعها من هذا الفعل في أي وقت من الأوقات، فإن الحكم يتعلق به متى فعلته. وذكرنا أنه إذا كان قصده تعليق الطلاق فإنه يقع، فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به 3 فإنه يكون طلاقا رجعيا، له أن يراجعها ما دامت في العدة. أما إذا تكمل بما سبقه 3 طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع أبو صفوان من جمهورية اليمن الديمقراطية بعث برسالة يقول في سؤاله فيها: نحن 4 أيتام ولنا 3 أعمام جميعهم أحياء يرزقون، ومنهم 2 غير موجودين في الوطن، وأكبرهم سنا موجود وقد أخذ واستولى على جميع ممتلكات أخويه 2 الغائبين من الأطيان وغيرها، ولا يعطينا منها شيئا، ونحن أولاد أخيه الأصغر 4 أيتام وقد بلغنا رشدنا، وقد رفض أن يعطينا شيئا من ممتلكات أعمامنا بحجة أنه أخوهم، فهل لنا شرعا مطالبته بإعطائنا جزءا من أراضي أعمامنا أم لا؟ وهل له هو حق التصرف فيها؟ أعمامكم الغائبين ما داموا على قيد الحياة فالأملاك لهم، لم تنتقل عن ملكيتهم، ولا لعمكم استحقاق فيها، وليس لكم أنتم أيضا فيها استحقاق، لأنها ملك لأصحابها، إلا إذا كانوا وهبوها لأخيهم أو أذنوا له في أن ينتفع بها فلا بأس بذلك، وتكون هبة إذا كانوا وهبوها له، أو ينتفع بغلتها إذا كانوا أباحوا له ذلك. ولا يلزمه أن يعطيكم إلا إذا كان أصحاب الأراضي وهبوا لكم شيئا منها أو من غلتها، أما إذا لم يهبوا لكم شيئا منها ولا من غلتها فليس لكم فيها استحقاق. الحاصل أن الأملاك باقية على ملك أصحابها ولو كانوا غائبين، وليس للحاضر من إخوتهم أن يتملكها إلا بإذنهم، وكذلك ليس له أن يستغلها إلا بإذنهم، فما سمحوا به له جاز له، وما لم يسمحوا به فهو على ملكهم. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إخوتنا الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي تفضل بالإجابة عن استفساراتكم في حلقتنا اليوم، وقد تناولت إجابته أسئلة الإخوة ألف باء حاء أو جيم من بلاد بني الحارث، والأخ محمد خليف من سوريا دير الزور، والأخ هايل مسلم الشعبي اليماني، والأخ طائع عويد المطيري، والأخت قاف حاء ميم من العراق محافظة التأميم، والأخ مصطفى سليمان محمد مصري يعمل بالقريات، والأخ عوض الكريم محمد عوض الكريم من السودان الخرطوم، وأخيرا على سؤال الأخ من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية أبو صفوان. إخوتنا الأعزاء، نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم وإصغائكم، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة